معايا عبر الهاتف الآن الإعلامي الكبير الكابتن كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي. بهنيك وبقول لك ألف مليون مبروك النهاردة كابتن كريم، الفوز على فريق الإسماعيلي بأداء رائع جدا. حبيبي كريم، متشكر على الكلام الحلو ده طبعا، والحمد لله. يعني ماتش موقفنا صعب شوية الفترة اللي فاتت، فالحمد لله ربنا كرمنا النهاردة، عملنا جيم كويس والحمد لله قدرنا. من زي ما انت سامعك بتتكلم، من يعني من الدقيقه الاولى احنا كنا ضاغطين ومركزين، والحمد لله يعني عملنا جيم كويس، قدرنا نسجل هدفين وضيعنا فرص كتير كنا ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده. طبعا لعب فرقه كبيره النادي الاسماعيلي، وعندهم النادي الاسماعيلي ظروف طبعا المباراه دي، عندهم غيابات كتيره جدا للايقاف والاصابات. يعني الحمد لله احنا استغلينا الموقف، اللي انت عارف موقفنا صعب شويه الفتره اللي فاتت، فبنلعب كل مباراه ان هي مباراه كاس يعني لازم نكسبها، فمكسب مهم النهارده خطوه كويسه لينا. طيب كابتن كريم، انا عليها ان شاء الله. انا فرصه وانت معايا. انا البنك الاهلي بالنسبه لي منذ صعوده للدوري الممتاز هو لغز، فرقه حلوه، فرقه عندها تشكيله كويسه، فرقه حتى الاجهزه الفنيه اللي بتغير عليها هي اجهزه فنيه كويسه، حسب معلوماتي هي فرقه مستقره ماديا واداريا. ايه اللي بيخلي البنك الاهلي يبقى موجود دايما في مناطق صعبه؟ والله هو يعني السنه دي، بس السنه الاولى طبعا في اللي صعدنا فيها من سنتين كان برضو في فضلنا نلعب لغايه الاخر كده على منطقه الهبوط، لكن السنه اللي فاتت كنا مستقرين وفنشنا الدوري في المركز السابع او السادس. هو السنه دي اللي حصل شويه لخبطه كده، تغييرات شويه كتير في الاجهزه الفنيه، ولما بتغير مدرب وبتجيب مدرب محتاج وقت شويه عشان يتاقلم، فطبعا ما كانش عندنا رفاهيه اللي انت استنى. برضه لما جه بعد كابتن خالد جلال رحل، جه كابتن حلمي طولان قعد 8 ماتشات، النتائج برضه ما كانتش كويسه، فبدا يفكروا تاني ان احنا نغير تاني. فجه بعد كده كابتن امير عبد العزيز بشكل مؤقت، وبعدين مسك بابا فاسيليو، فتغييرت المدربين السنه دي بس هي اللي فرقت معانا شويه وخلت الفرقه مش مستقره. لكن خلاص يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت، يعني اخر احنا اربع اخر خمس ماتشات يعتبر من الفرق اللي مجمعه نقط كبيره في الدوري. يعني في اخر خمس ماتشات احنا مجمعين 11 نقطه، ثلاث انتصارات وتعادلين، فالحمد لله الفرقه اتحطت الفتره اللي فاتت دي يعني على التراك الصحيح. ان احنا كان الموقف صعب جدا، وزي ما قلت لك كنا بنلعب حتى المباراه النهارده متوترين جدا ومشدودين جدا، صحيح، خايفين ان يحصل اي دروب في ماتش، يحصل اي حاجه، فكان في حرص زياده عن اللزوم. لكن الفرقه دي اتفرج عليها كريم ان شاء الله لما الدنيا تبقى مستريحه ويلعبوا باعصاب هاديه هتلاقي كوره حلوه جدا. صح. ده يخليني اسالك، احنا محتاجين استقرار بس شويه. طبعا ده يخليني اسالك، هل بابا فاسيليو مكمل مع البنك الاهلي الموسم القادم؟ والله بص، ده انت بتسالني في حاجات ما يعني انا كمدير كوره حاجات تبع يعني اداره النادي ومجلس الاداره. يعني ما اقدرش انا، وبس هو عقد بابا فاسيليو مع نادي البنك الاهلي سنه ونص. هو ده عشان كده سالتك، انا كنت عايز اعرف الموسم القادم يعني. للموسم القادم بس يعني. ما اقصدش تجديد، انا اقصد هو عقده سنه ونص. يعني او موسم ونص، احنا في نص اللي هو جه في شهر يناير. صحيح. مسك البنك الاهلي في شهر يناير، وان شاء الله يكمل الموسم والموسم القادم ان شاء الله يعني. طيب عظيم جدا. كنت بتكلم وانت داخل معايا على كريم بامبو، واحد من اللعيبه، انا قلت ما اعرفش بقى، انا عايز اسمع رايك كمان كلاعب كوره وايضا كمتابع جيد بعيد عن انت مدير كوره في البنك الاهلي. انا بحس كريم بامبو دايما اندر ريتد في الدوري المصري. كريم بامبو من احرف اللعيبه في مصر. صح. خلي بالك. صح. من احرف اللعيبه في مصر. انت لما تيجي تعمل احصائيه كده لكريم بامبو في كل مباراه بيلعبها، كريم بامبو بيوصل المرمى يا كريم باسرع طريقه ممكنه. اكتر لعيب في الدوري المصري بيوصل المرمى. يمكن في شويه بيضيع شويه، ساعات بيسجل، لكن هو من اللعيبه الحريفه جدا. التلت يعني احنا بنعتمد عليه بابا فاسيليو حتى موظفه كمهاجم صريح. عنده قدرات مهاريه عاليه جدا، واحد على واحد بيعدي، عنده سرعه، بيعرف يتصرف كويس قوي بالكوره جوه ال 18. يعني بيقدر يفيدك في اكتر من طريقه لعب. وكمان بيكمله بقى عندنا محمد هلال. صح. يعني انت لما يكون عندك لعيب بلاي ميكر صانع العاب في نص الملعب مميز جدا زي هلال، في دويتو حلو قوي ما بينهم. صح. النهارده حتى الاهداف هم الاثنين مشتركين فيها. صحيح. لكن يعني بامبو انا بقول لك من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في مصر خلال الفترات اللي فاتت، ومظلوم شويه في قصه انضمام المنتخب. هو لازم ياخد فرصه. انا حاسس كده برضو، انا بصراحه اتفق معاك، انا عشان كده قلت الكلمتين دول، ان هو لعيب يعني انا ما اعرفش ليه مستخبي، يعني ليه مش واخد حقه، ما
هو برضه لعيب كويس جدا، بيتألق ويبدع ويسجل ويصنع، فهو واضح كمان يعني. لا لا لا، لعيب كواليتي عالي جدا وعنده قدرات مهارية عالية جدا، صح، بيلعب بدماغه، بشويط، حريف مهاري، باصير كويس، عارف يعني في الصفات كلها، صح، اللي تبقى عندك مهاجم زي كريم بامبو دي حاجه جميله جدا. برضه خلي بالك احنا افتقدنا برضه ناصر منسي، ناصر منسي كان من العناصر القويه الهجوميه عندنا. طبعا جت ظروف بيعه لنادي الزمالك، واحنا برضه في نادي البنك الاهلي استثمرنا فيه كويس، يعني احنا جبناه برقم قليل من بيراميد، باع بشكل كويس لنادي الزمالك ضعفين ثلاثه، فبرضه ده يعتبر استثمار كويس. بس عوضته؟ يعني مش بنفس الدرجه. يعني انت فاهم برضو انا اقصد ايه، انه حلو جدا انك تستثمر في اللعيبه اللي عندك، واي نادي استثماري في مصر المفروض يشتغل بالطريقه ديت، بس في نفس الوقت انت محتاج تعوض. محتاج اعوض بالظبط. يعني احنا تعاقدنا في شهر يناير مع باسم مرسي، باسم مرسي برضو من اللعيبه الكبيره اللي عنده خبرات كبيره جدا، بس كان عنده شويه مشكله ان هو كان في الاسماعيلي ما بيلعبش بشكل منتظم. صحيح. فبدا ينسجم مع الفرقه وبيشارك، وعندنا اسامه فيصل كمان من اللعيبه المميزه جدا الواعدين، كابتن المنتخب الاولمبي، وعندنا محمود قعود واحمد ياسر في الخط الهجومي، محمود قعود برضه من الخبرات المميزه جدا، واحمد ياسر عامل الفتره اللي فاتت كويس جدا. فالحمد لله الفرقه بدات تفوق، وزي ما قلت لك يا كريم لما تعمل احصائيه كده اخر خمس ماتشات الحمد لله كاسبين ثلاث ماتشات ومتعادلين ماتشين، صح، حتى الماتشين اللي احنا تعادلناهم كنا اقرب للفوز مع المصري. طيب كابتن كريم، انا قريت عن مكافآت كده، مكافآت استثنائيه للفريق في كل الانتصارات اللي جايه، الكلام ده مظبوط ولا؟ عشان سمعت ارقام كبيره قوي برضه. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. احنا قريت حد كاتب انه 50,000 جنيه لكل لاعب مع كل مكسب، قلت اروح العب في البنك الاهلي فورا. لا لا لا، هو احنا حسب اللائحه، بس انت عارف طبعا لما الموقف بيبقى يعني شويه متازم في الجدول الدوري، فاي ماتش بيفرق معانا. فطبعا عندنا سياده اللي هو اشرف نصار رئيس النادي ومجلس الاداره، والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الفرقه، يعني بيخشوا بيعملوا اجاده، مش هضحك عليك يعني بيعملوا اجاده، بس ما بتوصلش الارقام للارقام اللي انت بتقول عليها. كتير قوي. لا لا لا، احنا بس طبعا يعني الفتره دي الماتشات بتبقى بالنسبه لنا مهمه، فبرضه انت بتحاول تحفز لعيبتك 100%، ادام هم الحمد لله بيجتهدوا وبيكسبوا، صح، وبيحققوا التارجت او الهدف اللي احنا عايزينه من كل ماتش، فبتحاول تكافئهم طبعا ازيد شويه من اللائحه، وده طبيعي في اي حته يعني منطقي. خصوصا في الظروف اللي احنا يعني. لا لا، هو منطقي جدا، منطقي يبقى في مكافآت تحفز بيها لعيبتك في الظروف اللي زي ديت. اتفرجت على ماتش علينا بصراحه. اتفرجت على ماتش سيتي وريال ولا ما اتفرجتش عليه؟ والله شفت الشوط الثاني وكنت حزين جدا. انت بحب الريال قوي. انت معايا؟ بحب الريال جدا، انا سامعك بتتكلم. انا قعدت نص ساعه ببكي وعايز حد يبكي معايا. معاك وانت كلامك حلو قوي. يا رب يخليك. حللت الفريق مانشستر سيتي. بص، خلينا نكون متفقين، ريال مدريد عنده فرقه مميزه بس محتاجه تتجدد، صح، وعناصر كتيره مهمه كبرت شويه في السن، معدل الجري قل شويه في ريال مدريد، لكن مانشستر سيتي هو اقوى فريق في العالم دلوقتي. ان انا سامعك حتى بتتكلم ان تقول ان جوارديولا في لعيبه مهمه بيتمشي كل سنه، وهو بيجدد الدوافع، هو اشطر مدرب بيعرف يجدد الدوافع، صح، مع الحفاظ على شخصيه الفرقه. هو ايا كان اللعيبه اللي بتلعب، بس هو بيلعب بنفس السيستم وبنفس الطريقه، وكله بيخش فيها بسهوله جدا يعني. بالظبط، فهو عنده سيستم واضح، ومن المدربين طبعا الكبار دلوقتي على مستوى العالم. والمان سيتي لا يعني فرقه جامده جدا. ايوه، بس احنا هنفضل لحد امتى بيب جوارديولا معذبنا في حياتنا يعني؟ بيعذبنا في برشلونه وبيعذبنا في مانشستر سيتي، هيفضل مطاردنا لحد امتى؟ كورته الاستحواذ على الكوره دي، هو كمان بقى ايه، طور نفسه حتى جوارديولا. ايوه، بيستحوذ. أيوة. وكمان بقى في ايجابيه على المرمى. ايوه، بشكل غريب يعني. كان قبل كده بيستحوذ وبيضايق الفرق اللي بيلعبها. لا، وما كانش بيدافع كويس، بقى يدافع كويس كمان. بالظبط، بقى بيدافع. برضه يا كريم، لما بيكون انت عندك مدرب بتشتغل في نادي زي المان سيتي، وعندك امكانيات ماديه قويه اللي تتعاقد مع افضل اللعيبه في العالم، دي بتساعده. صحيح. لكن هو مدرب عنده فكر عالي جدا، صح، ويمكن انا مش عايز اقول كده عشان كابتن حسن شحاته كان بيحب يلعب بشكل مماثل شويه الاستحواذ، وان هو يمسك كوره ويضايق الفرق اللي كانت في افريقيا اللي كانت بتتميز عننا اكتر شويه بالقوه والسرعه، انت كنت بتتعبهم عشان يقطعوا منك الكوره. صح. ما كنتش بتديهم الكوره عشان ما يعملش عليك خطوره، ده اللي عمله النهارده بيب جوارديولا بالظبط قدام الريال. كنت بسمع دايما، كنت بحضر تدريبات كابتن حسن وبسافر معاهم في الماتشات بتاعت افريقيا وتصفيات كاس العالم، فكان دايما يقول لهم انا عايز الكوره دايما في رجلي عشان اتعبه، عشان لو هو خد الكرة هو اقوى مني واسرع مني، فعايز دايما ازهقه لغايه يعني ياخد الكرة مني بالعافيه. صح.
صح، وده اللي بيعمله جوارديولا طبعا، دي مدرسته ودي الفلسفه بتاعته. هو بيستحوذ بشكل كويس طبعا، في غير الاستحواذ عنده انتشار في الملعب، عنده جمل بيعملها بشكل كويس، وبيعرف كمان مانشستر سيتي اسرع فريق في العالم اول ما الكره تتقطع منه بيعرف يجيب الكره تاني. ايوه صح، بيضغط في نفس مكان اللي الكره قطعت فيه. صح صح، مش سهل، خلي بالك دي فلسفه طبعا. جوارديولا يعتبر دلوقتي مدرسه من المدارس. انا عايزك انا عايزك كابتن كريم تبقى تشوف الجول الاول اللي جابه السيتي النهارده برناردو سيلفا، وشوف كميه، اتفرج عليه مع الكابتن حسن كمان، شوف كميه التحركات والشغل اللي اتعمل عشان يسيبوا برناردو سيلفا موجود جوه منطقه الجزاء لوحده في كره متحركه، مش هجمه مرتده، بيتحرك عشان يفضل ده وده. يعني لا هو طبعا عنده سيستم ابن لذينه، مش طبيعي طبعا، مش طبيعي طبعا. حبيبي يا كابتن كريم، شرفت ونورت، دايما اتمنى لك التوفيق بشكل شخصي، واتمنى لك طبعا التوفيق مع فريق البنك الاهلي وفريق البنك الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم حسن شحاته، مدير الكره بنادي البنك الاهلي.